شركات القطاع وشركائها في القطاع كلهم جزء أساسي من آليات العمل وآليات وجودهم هو الخدمة المجتمعية والمشاركة المجتمعية مشاركة يعني بتؤدي إلى تحسن معيشة المجتمع اللي هو الواحد فيه، أي حاجة الواحد ممكن يعملها، وده ما بيجيش لوحده، هو بيجي بشراكة، زي جمعية الأرقام، بشراكة، مع المحافظة، بشراكة مع جميع العاملين، إن هم يقدروا إن هم يؤدوا بالنتيجة، دي. المحافظة دورها هنا مش دور مادي، المحافظة دورها إجراءات كلها تنفيذية على الأرض، إزاي المحافظة تخلص كل الإجراءات المطلوبة لإتمام المنشآت وإتمام الحاجات دي، ثم تسهيل الطرق، ثم بعد كده هيجي بقى دور المحافظة هي في الاستمرارية والاستدامة بتاعت هذا الموضوع، واستمرار المرافق واستمرار الحاجات دي كلها إنها تبقى موجودة في المشاريع اللي هي زي ما بتقول هي بعيدة عن حزام المدينة، وده أمر مهم جدا. إحنا بنقدم لكل أهل مصر، بنقول لهم تعالوا اتفرجوا، انا نفسي كل الدنيا تبقى موجوده النهارده، تعالوا اتفرجوا لما نبقى قلب واحد، تعالوا اتفرجوا لما نبقى على ايد واحده، بنعمل ايه؟ بنعمل اعمار بيوت، بنعمل تمكين اقتصادي، بنعمل رؤوس مواشي، بنعمل عمليات قلب، اجهزه تعويضيه، كراسي متحركه، كل ده بيتعمل على ارض الواقع، ودي انا مبسوط جدا وبشكر القنوات الطيبه، بشكر قنوات الخير، بشكر تعب حضراتكم انكم انتم من الفجر لغايه دلوقتي، على ده الحمد لله بقى ده مش كلام، ده ارض الواقع، ادي البيت. ادي الفرش، ادي الثلاجات والغساله والبوتاجاز في المطبخ، ادي الكهرباء، ادي الميه، دي مصر، دي مصر جميله. الناس اللي هنا كانت معدومه تماما، البيوت كانت بلبوص، مفيش بنيه تحتيه لاي معيشه او دورات مياه او اي حاجه. مشكورا بجهود سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزارة البترول وجمعية الأرمان بأنهم حسنوا المعيشة للمواطن المصري. بسم الله ما شاء الله، أنا منزلي كان منزل يعتبر مهجور قديم وعايشين فيه برضك من زمان، والحمد لله بارك الله في شركة الأرمان وهم مدوا إيديهم الجميلة وساهموا معنا وخلونا في الحياة الجديدة. احنا دلوقتي زرعوا في قلبنا الفرحة وزرعوا في قلبنا الخير، وكده الدنيا والحياة بقت جميلة، بقينا كلنا عايشين حياة حلوة. احنا كنا عايشين عيشة يعني ربنا يعلم بيها، يعني الناس ديت الحمد لله هم نجدونا من اللي احنا كنا فيه، يعني كانت بيوت كانت عيشة تعبانة خالص، كانت بيوت على القد خالص، يعني احنا ما خدوا البيوت مننا على القالب، هم شطبوا وعفشوا، يعني شلمونا بيوت بصراحة تشطيب لوكس.